جاء رجل الشيخ قال يا شيخ ادعو لي. قال اسمع، أنا أدعو لك وأنت تدعو لي، كلانا مفتقر إلى الله، إذا لديك مانع من إجابة الدعاء والله ما استجاب حتى تزيل هذا المانع. وأنت إيش عندك في حياتك؟ عندك شرك؟ عندك بدع؟ ترك صلاة؟ لماذا ما تدعو الله أنت؟ ليش أنا أعبد عنك؟ وهذا رايح العمرة يوصي الكل، قال ادعو ادعو لي وادعو لي. حصلت واحد عندنا هناك في المسجد النبوي حط ورقة والله دعاء فلان دعاء فلان دعاء فلانة دعاء، والله متى ينتهي يا دفتر. إذا ما نعلق الخلق بمن؟ بالخلق، نعلق الخلق بالله سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت.